بيت المعمار المصري شاهد على حركة العمران. 4 شارع درب اللبانة قسم الخليفة أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي. هنا يقع بيت علي لبيب أو دار الملاطيلي أو ما يطلق عليه حاليا بيت المعمار المصري، عنوان يعرفه جيدا كل المعماريين والفنانين التشكيليين المصريين. في البداية بني بيت المعمار المصري أواخر القرن 12 الهجري 18 الميلادي كي يكون منزلا لعائلة الملاطيلي، بعدها اشتهر باسم حارسه علي لبيب فندي، ومنذ 30ات القرن 20 تحول إلى بيت للفنانين حيث سكن به كثير من المبدعين الرواد كراغب عياد، جمال كامل، رمسيس يونان، لبيب تدرس، شادي عبد السلام، وآخرهم حسن فتحي الذي رحل عام 1989. وأصبح البيت فارغا من بعده ينتظر أن يعود للحياة مرة أخرى. وفي عام 2010 تقدم المعماري الدكتور عصام صفي الدين بفكرة مشروع بيت المعمار إلى وزير الثقافة فاروق حسني، والذي وافق بدوره وأصدر قرارا بتحويل الأثر إلى بيت المعمار المصري ليتبع قطاع صندوق التنمية الثقافية. يهدف بيت المعمار المصري لنشر الثقافة المعمارية والتواصل مع المجتمع والتوعية بالعمارة والتصميم والعمران والفنون والحرف المرتبطة، وذلك من خلال العرض المتحفي لتراثنا المعماري والبنائي وإلقاء الضوء على المعماريين الرواد، ومن خلال الأنشطة التفاعلية المتعددة من المعارض والندوات وورش العمل والاحتفالات المتنوعة، كما يعمل على المساهمة في المجال البحثي المعماري المتخصص من خلال المكتبة البحثية كمركز بحثي وأرشيف بشقيها مكتبة المطالعة بمحتواها المتنوع من الكتب والمراجع والمكتبة الرقمية بما تضمه من الكتب والأبحاث والرسائل والدوريات المادة الأرشيفية والمجموعات النادرة، وكذلك من المحاضرات المتخصصة المسجلة.